مشروع جهاز الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الذي يطوره باحثون في مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، أتشرف بأن يكون معي عبر سكايب من قسنطينة الدكتور عمار عزيون، وهو مدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة. مساء الخير دكتور. مساء الخير. مرحبا دكتور. إذن هو مشروع واعد، أنا صراحة لما قرأت المشروع مشروع يعني في أمال كبيرة جدا ومشروع كبير جدا، حدثنا عليه باختصار وببساطة حتى نفهمه ويفهم المواطن البسيط دكتور. أولا أخلي كل شيء، مساء الخير كل المستمعين. أهلا بك. البلاد أود فقط أن أكون دقيق في المعلومة. نحن بصدد تطوير هذه التكنولوجيا وليست متطورة بعد. احنا عندنا خبرة منذ سنة في هذا التقنية والتكنولوجيا سفر الكريسبر، لكن استعملناها لديسون الجينوم جين إيديتين، والآن بصدد تطويرها لتكون للتشخيص. وهذا المشروع مع الباحثين في المركز ومع مع طلبة الدكتوراه الذين عندهم طالبة تعمل في المركز تحت إشرافنا تعمل على هذه التكنولوجيا، واقترحنا باش تكون صالحة للتشخيص. والمشروع قبل بتشجيع من طرف المديريه العامه للتكنولوجي، والان نحن في انتظار اقتناء المواد